يوسف الشريف. مسيرته الفنية أقل من نجوم كبار متواجدين الآن على الساحة الفنية، وبرغم ذلك استطاع يثبت نفسه أمامهم بل ويصبح منافسا لهم في أكثر من مرة، وحقق النجاح والانتشار. وأشار النقاد أيضا أنه الفنان الشاب يوسف الشريف، ذلك الفنان البعيد عن الأضواء، فهو مقل جدا في حواراته وظهوره الصحفي أو التلفزيوني، ولكنه يتواصل دائما عبر صفحاته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وبسبب عدة تصريحات له أطلق عليه فنان المواقف الإنسانية، وهذا ما سنعرفه بالتفصيل بعد دقائق، كما سنتعرف على زوجته وحياته الشخصية جدا، فتابعونا. إذا كانت هذه المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسى عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وإيضا لا تنسى عمل إعجاب للفيديو. اسمه الحقيقي محمد إسماعيل ناجي، مواليد القاهرة في 14 من سبتمبر عام 1978، وكان لاعبا في النادي الأهلي في الفترة التي كان يلعب فيها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الحالي بالنادي، وأيضا أحمد بلال وأمير عبد الحميد وأحمد السيد وغيرهم الكثير. ولكن تعرض للإصابة قبل تصعيده للفريق الأول أبعدته عن الملاعب. تخرج في كلية الهندسة جامعة عين شمس قسم ميكانيكا دفعة 2002. بدأ حياته الفنية كمدير إعلانات، وهو ما لفت نظر المخرج شريف صبري له، وعرض عليه المشاركة في فيلم 7 ورقات كوتشينا. واتفق معه المخرج شريف صبري على تغيير اسمه إلى يوسف الشريف ليكون اسمه الفني. أحلام يوسف الشريف تحققت عملا تلو الآخر، إلى أن التقطه المخرج العالمي يوسف شاهين في فيلم هي فوضى، الذي حقق نقلة كبيرة في تاريخه الفني، وأيضا أعطته تلك التجربة نضجا فنيا كبيرا استفاد من ذلك في الأعمال التي قدمها فيما بعد. فيلم العالمي لم يكن بعيدا عن يوسف الشريف، فهي الشخصية التي حلم بتقديمها طوال حياته نظرا لحبه الكبير لكرة القدم، لذلك أتقن دوره في الفيلم، وبعد ذلك استطاع أن يكون رائدا لمسلسلات الأكشن والتشويق، وتقديمه عدة أعمال مثل اسم مؤقت ورقم مجهول والصياد ولعبة إبليس. أثار جدلا بعد تغريدة كتبها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بتوجيه النصيحة إلى كل جمهوره بعدم إهمال الصلوات من أجل مشاهدة مسلسل القيصر أو أي مسلسل آخر، كما أثار غضب المشاهدين بعد أن وردت صورا لضحايا اعتصام رابع باعتبارهم إرهابيين ضمن أحداث مسلسل له. ولكنه اعتذر عن ذلك خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج، وقال إن ظهور هؤلاء القتلة في عمل فني دون الرجوع إلى أهلهم خطأ، ومن العار المكابرة في هذا الأمر، أنا لم أقصد الإساءة. الفنان يوسف الشريف اتخذ قرارا منذ عدة سنوات بعدم احتواء أي أعمال يقدمها على أي لفظ غير لائق، ومن أعماله الأخرى السندريلا، كفر دلهاب، زي الورد، المواطن إكس، ليالي، وآخر الدنيا. تعرف يوسف الشريف على زوجته إنجالا بالصدفة، فهي تعمل صحفية وكانت تجري معه لقاء صحفيا، وبعد ذلك لم يتقابلا لمدة عام، إلى أن جمعتهما الصدفة مجددا عن طريق أصدقاء مشتركين لتنشأ بينهما قصة حب سريعة تتوج بالزواج، وأنجب يوسف الشريف بعد ذلك توأماه عبد الرحمن وعبد الله، إضافة إلى جنى، وحاط الزوجان عائلتهما الصغيرة بالكثير من الخصوصية والابتعاد عن الإعلام. عزيزي المشاهد، هل يستحق الفنان يوسف الشريف لقب فنان المواقف الإنسانية أم لك رأي آخر؟